السيد الرئيس. شكرا السيد النائب. اولا ما كايناش شي منطقه في المملكه المغربيه اللي عندها شي تعريفه خاصه فيما يتعلق بالكهرباء، هذه تعريفه وطنيه. اللي بغيت نذكر به هو ان الحكومه كما يعلم السيد النائب دارت جهد كبير اولا في انقاذ المكتب الوطني للكهرباء، راه تنتكلموا على اكثر من 40 مليار ديال الدرهم، غير الدعم المباشر اللي غادي نقدموه تقريبا 14 مليار ديال الدرهم، واساسا هذا الدعم باش نحافظوا على الاسطر الاجتماعيه اللي الثمن باش تيتباع لها الكهرباء اقل من الثمن ديال التكلفه. طبيعه الحال هذه المناطق الحاره اللي تكلمت عليها السيد النائب، انا يمكن لي نقترح على الجهات المعنيه اننا يمكن لينا نديروا معها شراكه، باعتبار ان هذه المناطق تتعرف واحد الايام واحد الساعات مشمسه كبيره، زياده على داك الشيء اللي تنديروا في الالواح الشمسيه كتحفيزات، يمكن نشوفوا شي شراكه معينه لدعم مزيد من هذه الالواح الشمسيه، لان 15 ساعه في النهار يمكن لها تكون كافيه بطبيعه الحال لرفع العبء على هذه الساكنه المحليه. شكرا السيد الرئيس.